صح، انا ما اشوفه موقف بطولي، لكن انا اشوفه موقف واجب، يعني لكل رجل شهم او يشوف الموقف مثل الموقف ذا قدامه، واي واحد يكون في موقف اكيد يعني يقوم بنفس العمل هذا، ولا اعتبره انا شجاعة صراحة. فالموقف كان، انا كنت امشي في المسار الاوسط في الشارع هذا مثل ما انت شايف، فكانت في سيارة ماشية في المسار الايسر يعني اسرع مني شوي، فما انتبهت للولد، كان الشارع الإنارة مثل ما انت شايف خفيفة شوي، ولا راح أحد ينتبه، يعني انتبهت له أنا، ألهمني الله إني انتبهت للولد، فنظرت في المراية إلا الرجال جاي بسرعة، يعني ما يمديه، ما يقدر يتفاداه، وغصب عني يعني اتخذت هذا الموقف إني أصير أخليها تصير في الحديد ولا تصير في الولد بشكل مباشر، والولد يعني كان وزنه يمكن ما يجي تقريبا 14 كيلو، يعني ميلت عليه، حاولت اضيق عليه المسار، ومثل ما شفتوا الموقف انتم، ربي ستر، ولا اعتبره موقف بطولي، هذا اعتبره اقول يمكن بين ابو الولد وام الولد، يعني حاجه بينهم بين الله، اللي الله حفظ لهم الطفل. بعد ما نزلت انا نزلت بدون شعور صراحه، انا عيني ما راحت عن الطفل والموقف اللي كان فيه، يعني حتى حركه رجوله، يعني شفت انا في عندي اصغر عيالي تقريبا بعمره، فانا كنت اشوفه ولدي، يعني كان عيني ما راحت عنه، نزلت واخذت الولد وطلعته يعني عن الشارع، قلت لا تجي، يكون في سياره ثانيه تجي، بنفس الوقت رحت اطمن على السائق الاخر اللي انا ضيقت عليه وتسبب برضو عليه، ورحت اطمن عليهم، الحمد لله طلعنا كلنا في من الموقف يعني بدون اصابات، لا انا ولا الطفل ولا الشخص الاخر. والله رده فعله لا يحسد عليها، يعني هو يقول بنفسه ما ادري انا ما انتبهت للولد الا من قريب، ويقول الحمد لله انك انت يعني حاولت تخفف من سرعتي، لا انا بعد اتمشكل انا في الولد هذا. الطرف الثاني لحد الان ما تنزل الحادث، لكن طلب مني تقريبا 6000 او 5000، وان شاء الله اني مقدور عليها، بحاول اكملها بقدر المستطاع، والله يفرج هم الجميع ان شاء الله. والله اقول اكثر ما بينك وبين الله من خبايا، قد ينجيك الله من يعني مواقف مثل هذه او اكثر، والله قادر على كل شيء. رب العالمين، والله ان الرجال هذا لو دين في رقبتي انقاذ ابني عاذ طيب، والحمد لله بصحه وبعافيه وبخير، والحمد لله ما اصاب ونخشبر زي ما يقولون.